يا مساء الانوار وحلقه جديده من حلقات كابيتانو مع احمد سيد. قرعه دوري ابطال اوروبا دور ال 32 اتعملت اسفرت عن مواجهات قويه جدا عايزين نتكلم عليها زي ما متعودين مع بعض. اول ما بتعمل دور دوري ابطال اوروبا ابتدي ان احنا نجيب المجاميع وخدوا توقعاتي بقى مين ال 16 فريق اللي هياخدوا المراكز من اول للتاني اللي هيوصلوا الى دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. قبل ما نتكلم في الاجواء التحليليه الحلقه لازم يعني قبل ما اتكلم في اي حاجه لازم ابارك لكريم بنزيما. الراجل اخذ جائزه احسن لاعب في اوروبا جائزه مستحقه على المجهود اللي هو عمله مع فرقه ريال مدريد. توج بيه الليجا الاسبانيه وتوج دوري ابطال اوروبا مع فريق ريال مدريد مع المدير الفني المخضرم انشيلوتي اللي هو برده اخذ جائزه احسن مدرب في اوروبا جائزه مستحقه. الراجل توج برده بالليجا الاسبانيه مع ريال مدريد وتوج بدوري ابطال اوروبا مع فريق ريال مدريد جائزه مستحقه لكريم بنزيما وجائزه مستحقه للمدير الفني لفريق ريال مدريد وهو كارلو انشيلوتي. بحيي كريم بنزيما تحيه خاصه. الراجل ده يعني عمل يعني سيزون قوي جدا مع فريق ريال مدريد من حيث الدوري الاسباني او من حيث دوري ابطال اوروبا. الراجل نقله ثانيه في تاريخ فريق ريال مدريد. بحب كريم بنزيما في حاجه زي ما قلت هو دوره مش بس ان هو يعني الراجل مكنه اهداف ريال مدريد لا كمان ده هو اللي بيصنع الاهداف. اغلبيه اهداف فرقه ريال مدريد اللي بتمثل 80% من قوه ريال مدريد وهو الراجل بيصنع الاهداف دايما باللي بينزل لحته نص ملعب تعاون ما بينه وما بين فينيسيوس جونيور ناحيه الشمال او تعاون ما بينه وما بين فالفيردي ناحيه اليمين. فجاه تلاقي الراجل صنع لنفس الجون واللعيبه دي كملت بالفنتات والمراوغه وراحت قدام وفجاه صلحت له الجون وهو اللي يجيب الهدف. 80% من اهداف ريال مدريد كريم بنزيما هو اللي بيصنعها وهو اللي بيجيبها. فده يبين لك ان الراجل مش بيقوم بمجهود مركز واحد لا بيقوم بمركزين. فتحيه لكريم بنزيما وتحيه لكارلو انشيلوتي الاثنين دول اللي اخذوا بجوائز في الحفله اللي اتعملت امبارح. قبل ما اتكلم برضو على اي حاجه برشلونه زي ما عارفين كلنا ان هو دخل في مواجهه قويه في القرعه مع فرقه بايرن ميونخ. فكل الناس بقى سمعنا الكومنتس والتعليقات اوعى يا عم الثمانيه والثمانيه راجعه والثمانيه مش عارف ايه وسمعنا بقى ايه كميه الضحك والمانجا اللي طالعه اللي على فرقه برشلونه. لا برشلونه كان 2020 حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه. التيم دلوقتي وقوام الفرقه حاجه ثانيه. اللي فات حماده ودلوقتي حماده ثاني. كان في زمان مدير فني فالفيردي كان في لعيبه مش يعني لا تصلح اصلا ان يكون يعني تلعب في دوري مدارس. دلوقتي لا في كوتش محترم زي تشافي في لعيبه محترمه موجوده في فريق برشلونه اولهم ليفاندوسكي مع كوندي مع نص الملعب فرانكيسي مع ديمبلي دلوقتي مع فاتي مع رافينيا حته قلب الدفاع دلوقتي في كريستنسن في إيجريك جارسيا قدام في فينان توريس. لا قوام التيم بقى حاجه تفرح وبقى حاجه مشرفه لجماهير البارسا. حته ان الناس طالعه ان برشلونه هياكل وهيترزع 8 تين الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش هيحصل وانا متاكد من الكلام اللي انا بقوله للبارسا. بس نقصه دلوقتي التوليفه. لسه تشافي عمال يجرب دلوقتي بس بيدور على التوليفه المناسبه والتركيبه المناسبه مين يلعب جنب مين والثلاثي القداماني ايه هو ثلاثي نص ملعب ايه هو. بس الكلام ده هيجي مع مباريات الليجا الاسبانيه مع الماتشات الراجل هيوصل للتوليفه المناسبه بحيث ان هو تبقى دي هي دي القوام الاساسي في فريق برشلونه نبقى عارفين منه مين هم ال11 لعيب الاساسي في فريق برشلونه. خلينا نشوف القرعه وخلينا نشوف الجروبات وخلينا نشوف المجموعات. فرجع اول مره ينزل سبسكرايب في القناه فازر الجرس او حاجه ايه لايكات. خلينا نتكلم النهارده على قرعه دوري ابطال اوروبا. زي ما متعودين مع بعض خلينا نشوف القرعه ونبتدي ان احنا نجيب الجروبات كلها ومجموعات نبتدي نتكلم عليها مجموعه مجموعه. خلينا نشوف المجموعات. المجموعه الاولى فيها اياكس وليفربول ونابولي وجلاسكو رينز الاسكتلندي. المجموعه الثانيه بورتو واتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وكلوب بروج. المجموعه الثالثه فيها بايرن ميونخ وبرشلونه وانتر ميلان وفيكتوريا بيلزن. المجموعه الرابعه فيها فرانكفورت وتوتنهام وسبورتنج لشبونه ومارسيليا. المجموعه الخامسه ميلان وتشيلسي وستراسبورغ ودينامو زغرب. المجموعه السادسه ريال مدريد وليبزيغ وشختار دونيسك وسلتيك. المجموعه السابعه فيها مانشستر سيتي اشبيليا بروسيا دورتموند وكوبنهاجن. المجموعه الثامنه والاخيره باريس سان جيرمان يوفنتوس بنفيكا ومكابي. المجموعه الاولى اياكس ليفربول نابولي وجلاسكو رينجرز. ليفربول طبعا هياخد قمه المجموعه دي مع يورجن كلوب. هنا هيبقى في صراع ما بين اياكس وما بين نابولي. بعض الناس تقول لي ممكن يحمد ليفربول يخرج في دروب في المستوى في البريمير ليج لسه اول ثلاث ماتشات الدنيا مش ماشيه مع المدير الفريق يورجن كلوب. هقول لك لا فريق كبير فريق عملاق صعب ان هو يخرج من ادوار الاقصائيه من دور ال 32 من دوري ابطال اوروبا واياكس ونابولي وصلوا حسابه في العمليه دي يعني مستحيله انا بستبعدها تماما تماما.
ليفربول دايما هيبقى هو متصدر الجروبه اول مجموعه. هتحصل المنافسه ما بين اياكس وما بين نابولي. اياكس طبعا كان عندهم اريك تن هاج المدير الفني راح دلوقتي من فريق مانشستر يونايتد، في جابوا مدير فني شرودر دلوقتي الهولندي هو اللي ماسك الفرقه. الفرقه كان فيها هداف هو سيباستيان هالر الايفواري طلع من عندهم راح فريق بروسيا دورتموند. فالفرقه تحس ان هي مش زي زمان، مش زي ايام اريك تن هاج. فلا اعتقد استبعد يعني فرقه اياكس. في دلوقتي نابولي موجود فرقه قويه جدا مع سباليتي مدير فني كوتش ايطالي. طبعا سباليتي كلنا عارفين هو كان ماسك روما، فهتبقى فيه مباراه نابولي ليفربول. يعني محمد صلاح هيواجه مدير فني بتاعه السابق في فرقه روما وهو سباليتي كوتش محترم، فاعتقد نابولي هو اللي هياخد بطاقه العبور. هنشوف ليفربول الاول ونابولي في المركز الثاني. بورتو اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وكلوب بروج. اعتقد هنا اتلتيكو مدريد سيميوني طبعا بخبرات اللعيبه اللي موجوده هو اللي هيتصدر المجموعه دي. انا في منافسه هتبقى ما بين بورتو وما بين باير ليفركوزن. شفنا باير ليفركوزن السنه اللي فاتت في دوري الاوروبا عمل شغل محترم، فاعتقد يعني هنا المنافسه هتبقى ما بين بورتو وما بين باير ليفركوزن. انا توقعي هقول بورتو. بورتو متمرس في دوري اوروبا دايما بيوصل الادوار الاقصائيه، بنشوف في دور 16 ودور 8، فهقول بالخبرات برده اللي موجوده لا حد ارجحيه لبورتو انه يوصل على حساب باير ليفركوزن. المجموعه الثالثه بايرن ميونخ برشلونه انتر ميلان وفيكتوريا بيلزن. هنا المنافسه طبعا يعني ما بين برشلونه ما بين انتر ميلان ما بين بايرن ميونخ، فهنا هتبقى هنا الصراع كويس جدا مين هياخد مركز اول ومين هنا هياخد مركز ثاني. من توقعي الشخصي يعني منافسة هنا قوية جدا، في ثلاث مدربين عاملين قوي قوي قوي. بتتكلم في مدرب بايرن ميونخ جولزمان، برشلونة تشافي، انتر ميلان مع انزاجي عمل فرق حلو سكواد قوي جدا في السكوديتو والكالتشيو الايطالي، وبينافس لغاية الرمق الاخير مع فرقة اي سي ميلان مع بيولي. كان بينافسوا انزاجي فرقة انتر ميلان لغاية لا بقى لما اي سي ميلان اخذ الدوري الايطالي. فالمنافسة صعبة، المنافسة شرسة ما بين الثلاث فرق مين ياخد بطاقة العبور للمركز الاول مين المركز الثاني. انا هقول من خبرات اللعيبة اللي موجودة وتقل السكواد وتقل التيم برضو يحدي ارجحية طبعا لبايرن ميونخ انه يبقى مركز اول وبرشلونه يبقى مركز ثاني، او العكس مثلا برشلونه يبقى اول وبايرن ميونخ يبقى مركز ثاني. حته ان انتر ميلان يوصل او انتر ميلان هيعمل مواجهات قويه، هيبقى عامل شغل محترم، هيقدم ماتشات قويه ند بند مع دول، ولكن اللي هياخد بطاقات العبور انا برجح تشافي برشلونه، وارجح طبعا نيجلزمان مع فرقه بايرن ميونخ. فرانكفورت، توتنهام، سبورتنج لشبونة، مارسيليا. جروب يعني انا هقول جروب سهل جدا بالنسبه لتوتنهام. المدير الفني انطونيو كونتي بالنسبه له جروب سهل، ولو قلنا هيقابل فرقه زي فرانكفورت فرقه اللي عندها حماس قويه اللي احنا شفناها بطل كاس الاتحاد الاوروبي مع المدير الفني اوليفر جلاستر السنه اللي فاتت وطلع برشلونه ووجه بقى رينجرز في الفاينل واخدت البطوله. فرانكفورت داخل عنده حماس وعايز يعمل حاجه السنه دي في دوري ابطال اوروبا. فوجهه نظر سبورتنج لشبونة برده بعيد، برده مارسيليا برده مش زي زمان، فهقول لا هنا حد ارجحيه لتوتنهام يبقى مركز اول، وحدي جلاستر مع فرقه فرانكفورت المحترمه هم اللي هيبقى ياخدوا مركز تاني. اي سي ميلان، تشيلسي، سالزبورج، ودينامو زغرب. طبعا جروب سهل جدا بالنسبه لتشيلسي وبالنسبه لاي سي ميلان. هنشوف بس المواجهه ما بين تشيلسي واي سي ميلان، مواجهه ما بين بيولي ومواجهه ما بين توخيل، هي دي بس اللي هتبقى مواجهه صعبه ما بين الاثنين، سواء مثلا في ايطاليا في ملعب سان سيرو او حتى في ستانفورد بريدج في لندن. هي دي الماتشات القويه اللي هتبقى في الجروب ده. باقي الجروب جروب سهل، الفرقتين ضعاف جدا، يقدر تشيلسي ان هو ياخد مركز واي سي ميلان ياخد مركز. مين اول ومين ثاني؟ انا برجح لا الميلان ان هو ياخد مركز اول، تشيلسي مش قوي يعني شفناه لسه لغايه دلوقتي توخيل ما لقاش القوام الاساسي للفرقه. الفرقه طالعه من عندها ناس كتيره، ما فيش قوات قويه تقدر تشيل دلوقتي. جت في دروب بصراحه في فرقه تشيلسي في وقت حالي، لسه مغلوب من ليدز يونايتد في البريمير ليج شايل ثلاثه، ففي لعبكه وفي قصه مش ماشيه لسه لغايه دلوقتي مع توخيل. فهقول ميلان، بيولي مش كويس قوي في السكوديتو والكالتشيو الايطاليه، مع تشيلسي طبعا توخيل هيبقى مركز ثاني. ريال مدريد، ليبزيج، شختار دونيسك، سيلتيك الاسكتلندي. يعني تحس ان الجروب يعني ريال مدريد يعني معاه مثلا القطن الكاميروني سوريكا كلوباترا وسمبلاوين الرياضي. يعني جروب سهل جدا 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 متواضع جدا في ريال مدريد، ولكن برضو احقاقا للحق ريال مدريد طالما انت الجروب سهل كده دايما الادوار الاقصائيه بيلاقي بلاوي. يعني زي السنه اللي فاتت كده برضو الجروب كان سهل بالنسبه له، ولكن في مجريات دوري ابطال اوروبا المنافسه كانت يعني بصراحه كانت قويه جدا. السكه بتاعته كانت سكه موت لما شفناه السنه اللي فاتت، دخل بقى في قصص ولعبكه كبيره، بي اس جي طالع من بي اس جي دخل مان سيتي، قصص وافلام وفرق قويه جدا لغايه لما قابل ليفربول في الفاينل. فسكه دايما لما بتبقى الجروب سهل تعرف ان انت دور 16 هتقابل سكه صعبه جدا. ده برضو بتوقعه السيزون ده هياخد اول الجروب وهيقابل طبعا يعني ماتشات قويه جدا من دور 16 اورا هتوقعه في فرق قويه جدا، ولكن الريال يعني فريق بطوله بيقدر يتعامل مع اي حاجه. برده هيبقى هو المرشح الاقوى والافضل للفوز باللقب. دايما فريق ريال مدريد لعبته باقل سكواد باقل مدير فني بيقدر ان هو يوصل للادوار النهائيه والاقصائيه من دوري ابطال اوروبا. فريق بطل، فريق بطل بصراحه بيعرف ياخد البطوله دي محببه بالنسبه له هي دوري ابطال اوروبا. مين ياخد الثاني معاه؟ ليبزيج وشختار وسلتك. الثلاثه دول هيفرموا بعض كده هيقطعوا بعض. انا بقول يعني ليبزيج برده فرقه محترمه كفيه لعيبه محترمه جدا شفناها في المعنى جزمان لما كان ماسكهم قبل كده، فعنديهم ارجحيه شويه ان هو يعني ليبزيج يخش ليبقى مركز تاني. مانشستر سيتي، اشبيليا،
بروسيا دورتموند وكوبنهاجن، انا هقول لا مانشستر سيتي هو اللي هياخد اول مجموعه، مركز تاني اشبيليا او بروسيا دورتموند واحد منهم. يعني لوبوتيجي مع اشبيليا يعني اللي كان ماشي كويس في الليجا الاسبانيه وكان بينافس السنه اللي فاتت لغايه اخر نفس، ولكن السنه دي مفيش صفقات، مفيش لعيبه قويه جت تقدر تشيل اشبيليا. بالعكس ده واحد زي كوندي سنتر باك قوي جدا طالع من عندهم، فلسه لغايه دلوقتي مفيش يعني حد تقدر تقول اشبيليا ان هو شايل الفرقه. دورتموند برده نفس الكلام، يعني اصابه سيباستيان هالر بصراحه تاثر في الخط الدفاعي بالنسبه لفرقه بروسيا دورتموند. فهقول يعني هنا يعني نفس الحال هنا، نفس الحال هنا، المستوى بصراحه متقارب ما بين الاثنين، ما بين بروسيا دورتموند وما بين اشبيليا. مين ياخد مركز ثاني ما بين الاثنين؟ انا هقول توقع، هقول لا اشبيليا بخبرات برده لعيبه اشبيليا اكتر من خبرات لعيبه بروسيا دورتموند، هيحاولوا الاثنين، ولكن انا برجح فرقه اشبيليا على حساب بروسيا دورتموند. باريس سان جيرمان، اليوفي، بنفيكا ومكابي حيفا. انا هنا يعني في الجروب ده يعني انا هقول طبعا باريس سان جيرمان بالسكواد اللي موجود، بالتيم اللي موجود، بالفرقه اللي موجوده، جاب مدير فني جديد هو كريستوفر جاليتي، لسه لغايه دلوقتي ما اثبتش وجوده، ما اعرفش يعني حته ناصر خليفي استخسر في حته المدير الفني اللي كان نفسه يجيب زين الدين زين، ولكن زين الدين عارفين ان هو مرشح الاقوى لغايه دلوقتي ان هو يكمل مع منتخب فرنسا بعد يعني كاس العالم قطر 2022. في كلام اخبار كبيره ان ديشامب هيمشي وزين هو يمسك المنتخب، فهو الراجل حاول مع زين هو يجيبه ولكن ما عرفش. ولكن ما تنزلش بالارض ان انت تجيب واحد زي كريستوفر جاليتي، راجل يعني انا مش عارف يعني راجل مش سي في قوي، مش كوتش كبير يشيل ويسيطر على نجوم كبار، امبابي، نيمار، ليونيل ميسي، مش هو اللي يشيل الفرقه قويه زي باريس سان جيرمان. معاهم في الجروب ده في اليوفي طبعا مع أليجري، الفرقه بصراحه اتطورت تطور رهيب من حيث الصفقات، لغايه دلوقتي جايبين ست صفقات، بتكلم في بوجبا، في انخيل دي ماريا، دي ليخت، في ارون رامسي، لسه النهارده جايبين ميلك الاسترايكرز البولندي الهداف المعروف، كان بيلعب في نابولي قبل كده وكان بيلعب في مارسيليا، جابوه من مارسيليا، الراجل هداف بيقلش عن ليفاندوسكي من وجهه نظري. الاثنين لما كانوا يلعبوا في منتخب بولندا ميلك وليفاندوسكي الاثنين كانوا قويين جدا، فميلك برده هداف، راجل بصراحه صفقه يعني قويه جدا في الخط الدفاعي لفرقه اليوفي. في مع فهالوفيتش برضو سترايكرز شفناه في الجولتين الاولتين في السكوديتو والكاس الايطالي، الراجل هداف اعتقد برضو هينافس على هداف السكوديتو الايطاليه. فالفرقه اتغيرت، الشكل اتغير، عمروا حته الدفاع دي ليخت نص الملعب، ارون رامسي جابوا قدام اتنين جامدين جدا فهالوفيتش وميلك، مع انخيل دي ماريا، مع بوجبا في نص الملعب برضو، مع اللعيبه اللي موجوده شيزني، مع خواردادو، مع الكساندرو في حته الباك ليفت. فالفرقه اتعمرت، الفرقه تحس كده ان هي لا وقفت على رجليها تاني، فرجلي هينافس برضو مع اليوفي السنه دي. فهعتقد بنسبه كبيره اول هيبقى باريس سان جيرمان وهيبقى تاني فرقه اليوفي. دي كانت جروبات مجموعات دوري ابطال اوروبا، اكتبوا لي في الكومنتس، اكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم برده من ال 16 فريق اللي هم يوصلوا الى دوري ابطال اوروبا، ومين المرشح الاقوى ان هو يفوز بالسنه دي في دوري ابطال اوروبا. بس ده كانت الحلقه، معاكم كابتن احمد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.